دلوقتي خلونا نتابع مع حضراتكم اسعار صرف العملات الرسميه النهارده، وهنبدا طبعا من الدولار الامريكي وسعر البيع 18 جنيه 32 قرش وسعر الشراء 18 جنيه 21 قرش. اليورو 19 جنيه 28 قرش للبيع و19 جنيه و15 قرش للشراء. الجنيه الاسترليني 22 جنيه 75 قرش للبيع 22 جنيه 63 قرش للشراء. فرانك سويسري 18 جنيه 82 قرش للبيع و18 جنيه 67 قرش للشراء. اليوان الصيني 2 جنيه 71 قرش للبيع 2 جنيه 69 قرش للشراء. الريال السعودي 4 جنيه 88 قرش للبيع 4 جنيه 85 قرش للشراء. الدينار الكويتي 59 جنيه 88 قرش للبيع 59 جنيه 35 قرش للشراء. واخيرا الدرهم الاماراتي 4 جنيه 99 قرش للبيع و4 جنيه 95 قرش للشراء. بالنسبة لمتوسط أسعار الذهب النهاردة، عيار 18 سجل 857 جنيه، عيار 21 سجل 1000 جنيه، عيار 24 سجل 1143 جنيه، وأخيراً الجنيه الذهب وصل ل 8000 جنيه. يمكن مصطفى كان بيقول هل فعلا الجو برد النهارده؟ هنستعرض معاكم جوله سريعه عن احوال الطقس. النهارده هيكون في انخفاض في درجات الحراره، الجو هيكون معتدل على القاهره الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد. درجه الحراره في القاهره النهارده 28، واعلى درجه حراره هتكون في شلاتين 38، واقل درجه حراره هتكون في مطروح 23 درجه. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل وابرز الظواهر الجويه بعد شويه.